تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بشتى صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية، ففي مجال قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 8998 قضية تموينية متنوعة، من بينها 148 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 2092 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 11 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 2340 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 8839 قضية تمونية بمضبوطات وزنت 2311 طن و802 كيلو سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 94 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت 676 طن و600 كيلو سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 808 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 284 طن و684 كيلو سلع غذائية متنوعة. كما تم ضبط 10 قضايا في مجال حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت 152 طن و750 كيلو، وضبط 9 قضايا بيع مواد بناء بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت 127 طن و518 كيلو. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 279,630 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 41,421 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 3691 من قائد المركبات، تبين إيجابية عدد 159 سائقا منهم. كما تم المرور على 191 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 614 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية جميع الحالات. كما تم فحص 469 مركبة وتبين مخالفة 14 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 480 سيارة و61 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 13,044 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 506 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 84,570 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 1,345,210 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 272 قضية، من بينها 181 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات و91 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 5727 نسخ من كتب بدون تصريح طباعة أو تداول، وكتب قانون وملازم دراسية لمواد مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 102 قضية بقيمة مالية بلغت
94,234,954 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 1652 قضية بقيمة مالية بلغت أكثر من 1,613,947,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة أكثر من 3,134,000 جنيها.